صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الا كنتو اول خطره كتشوفوا لاشين ديالي، ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب لتحت باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات. سو كيما كنت قلت لكم ديك المره بلي لا فيديو جي ان شاء الله ليا ديال اليوم غادي يكون فيها كيفاش صوبت شعري بهذه الطريقه. سو الا كنتو انتريسي كنتمنى تكملوا لا فيديو حتى الاخر، ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب. الطريقه باش كنصاوب شعري ساهله، وان ستيب راه وان ستيب كتقدروا تلقاوها، راه كيولاو كيبداو غير من 150 درهم، غير وردوا البال تفرقع عليكم على وجهكم ولا عندو شي شوار مزيانه. المهم وان ستيب، وهاد البابيليز اللي كنت بارطاجيت معكم واحد النهار في انستغرام وتهنا في يوتيوب اللي داير غير 99 درهم، كانت 99 درهم خليتو بروموسيون. دابا ما عرفتوش واش باقي بنفس الثمن ولا لا، ولكن راه خطير هاد البابيليز. واه علينا، كنبداو باول حاجه اللي هي كنبريباريو الشعر ديالنا. انا جيت من الحمام البارح، راه دابا نشف شويه ولكن ماشي مشكل. غادي ندهن شعري، غادي ندير اولا بليكس نمرة 7 مع اولا بليكس نمرة 6 فوالا. غادي نخلط هاد الجوج وغادي ندهن بهم شعري، حيت هذاك اولا بليكس نمرة 7 كيحمي من الحرارة، زيت كيحمي من الحرارة، ما عرفتش كيفاش ولكن هادشي اللي قالوا، هادشي اللي كاتبين فيه. درت بزاف و كديرها شوية، نخلطهم بجوج باش يجي داكشي مزيان. درت بزاف، متخليوش شعركم ناشف بزاف تبا كتصاوبو فيه باش ما يتقردش. يا سيغ انا كنهضر على البنات اللي شعرهم فيه لماش بحال هكا ومهلوك، الاحسن ضروري خاصكم ديروا لي شي حاجه قبل ما تصاوبوه، سينو غيبقى يتفرتت، غيبقى ينشف ويتفرتت. بعد ما شعلنا الوان ستيب غندوز دابا على شعري كامل باش نشوف شويه، ابخي عاد غنبدا نقسمو ونصاوب كل بلاصه بوحدها باش يصاوب مزيان. او دابا نشفنا شعرنا، نشف غير نشوف مزال ما صاوبتو. ابخي دابا غادي نقسمو باش نصاوب الداخل مزيان، المهم غير بالزربه بحال هكا. المهم راه على المضمون راه نشف وتسرح شويه، هذه غير الوان ستيب ما كاين بلاك لا والو. سو نقسمو شعرنا على جوج، انا راه ما كنعرفش نصوب الشعر، ما عنديش مع هذا الشيء ديال الشعوره والمشاطي والضفاير داك التخربيق، ما كنعرفش ليه والو، والله ما كنعرف ليه بزاف باش تعلمت هذا الشيء. حيت دابا كنت شعري كنصاوب غير في الصالون، الصالون ما كيصاوبش لي داكشي اللي بغيت. صافي دابا نشفت شعري، سرحتو شويه، ما سرحتوش بزاف 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 زعما هاك كما قلت لكم، ما سرحتوش بزاف باش يبقى ليس، من نشفته على ما اقدر وصافي. وحاجه اخرى اللي هي لا فرونش، كما كتشوفوا راه جمعتها بوحدها حيتاش كنصاوبها بطريقه بوحدها. فوالا كتعزلوا لا فرونش ديالكم، ونوريكم كي كتصاوبها غتحتاجوا بغيتي غتحتاجوا هادو رولرز. المهم غير وحده، المهم غتحتاجوا هادو راه انا هادو خديتهم من مينيسو باكيه فيها شي 6 ومشطه. المهم راه كاينين في مينيسو، كاينين في الانترنيت، كاينين عند صحاب المكياج، غتحتاجوهم هادو اكثريه البنات اللي قصتهم طويله كيبغيو هكا فالاي. سو دابا من بعد ما درناها بالوان ستيب ما غتبقاش بحال هكا، نشدوها هيدا. اه
اوبا ونسدوها بهاتي سهله مهله ونخليوها تبرد في هذا الرولو فهمتوني. ناخذ شي فيليل تحلت لي من الجناب ماشي مشكل. صافي اخوتي غنمشي نسخر لماما نمشي نجيب الخبز ونمشي بحال هكا because I don't care. نجمع شعري نجيب الخبز ونجي شعكك. مشيت للحانوت رجعت كلي مشعكه. شنو كنت بغيت نقول؟ بغيت نقول لكم دابا جيت سخنت البابيليز وغنوريكم كيفاش كنخدم الويفي باش يجي ويفي من التحت. السر هاد الويفي هو يجي غليظ. عندي يلا خديت واحد البابيليز غليظه هي اللي غنبقى نستعمل، ولكن بغيت ندير لكم توتوريال بهذا حيت كتصاوبتو ديك مرة وعجبكم دغيا كتسخن. سو ما كتاخدوش هكا زغبات رقاق كداو تلويو وكيجي هكا رقيق كله رقيق وكيجي في شكل، لا خاصكم ديرو زغبات غلاض بحال هكا وتلويها على البابيديز وصافي. المهم ما كنديروش الزغبه كامله، كنديرو غير نص تحتاني. انا كندير غير نص تحتاني فوالا كتجي بحال هكا. شوفوا ما نحلهاش دابا، تنسالي هاد الجهه ونحلهم. عرفتوا انا كنبقى غير كنمشط 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 راك كامله فين غاده وانا كنمشط باش يتحلوا، حيت ما كيبغيوش يتحلوا ليا كيبقاو مجموعين. انا بغيتهم يحلولين بزاف يبقى فيهم غير هذاك الايفي ديال البوكلاج وصافي. بعد ما درت هاد الجهه هكا شوفوا راه كيجيو غلاض ما كيجيوش رقاق. درت هاد الجهه نوريكم مزيان في الزغبه القداميه، نوريكم فيها مزيان باش تشوفوني علاش كنهضر. اول حاجه ما كنلبوش لداخل بحال هكا حيت الا درنا لداخل غيجي طايح لينا على وجهنا. كنشدو هكا وكنلويو على برا هكا على برا على برا هكا زعما انا ما كنعرفش نشرح. بلاتي بدا بغيت غير نحلهم معاكم باش تشوفوا. كنبغيهم شي يبردوا زعما يشدوا فراشهم بزاف. تعملوا بحال هكا مشط باش ما تحلوش شعركم بزاف. ها نتوما واخا كنمشطوا كنسرحوا كيرجع نتوما شو. هاني جيت درت ميك اب شويه حيت غنخرج فوالا. انتما خليتو تبرد باش صورتو ليكم. اللحظه الحاسمه صراحه انا ما كنحلهاش دابا حتى كنبدل حوايجي. المهم بدل حوايجي ورجع. هاني جيت لبست حوايجي وجيت كيجيكم على الميك اب اللي درت معنينا. بعد ما درنا شعرنا من الصباح انا كنمشط فيه باش يبقى بحال هكا كنبغي ماشي هكا. دابا خصني نحلو مزيان 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 دابا نجيو لا فرانش نشوفو حريرتها كي داير. فوالا كتجي بحال هكا كنضحك معاكم. دابا كنديرو ليها هكا كنديرو ليها هكا باش كدور للجهة الأخرى. متخافو مدهشو. كي جاكم كي جاكم كي جاكم كي جاكم
تكذبوش. شوفوا المهم جايز، هذا هو الريزولتا فينال ديال شعري. عجبني جادور، راه كيبقى هكا نهار كامل. هزو معاكم مشيطه باش مره تضربوا ليه مشيطه باش ما يتشاككش. كيجي بحال هكا ستايل ديال شويه تسعينات من فوق. واعر، وما نساوش اهم حاجه اللي هي الريحه، اللي هي الريحه ديال الشعر. خديت هذه بمينيسو، هذه خديتها بمينيسو ما فيهاش الكول. وهذا الغوز زوينه، كاينه الصفراء وكاينه الغوز. المهم شقى الريحه زوينه وتحيد ريحه الششوار وريحه الحراك ديال الشعر. وصافي، هادشي اللي كاين في لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى تكون عجبتكم، كنتمنى تكونوا استفدتوا. اللي عندك شي كيسون شي حاجه تخليها ليا في لي كومونتير لتحت، انا غنجاوب على كل شيء كيف ديما. والا بغيتوا تشوفوا شي فيديو، إلا بغيتو زعما تشوفو شي نوع ديال الفيديوهات في لاشين ديالي، ما تنساوش تاهما تكتبو ليا لتحت. راه جايين بزاف ديال الفيديو من القدام ان شاء الله. وهادشي اللي كاين، ما تنساوش ديرو لايك وسبسكرايب لاشين ديالي باش يوصلكم جديد. ان شاء الله لا فيديو الجاي نقدر ندير لكم واحد الجيف واي ساهل ماهل اللي يربحو فيه الماكسيموم ديال البنات. وهادشي اللي كاين، تهلاو فراسكم، باي باي.